انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة واسعة من الخبراء من مختلف دول العالم في قطاع الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في وقت شهدت فيه البيئة الاستثمارية السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي. نحن اليوم هنا في هذه المبادرة نصنع المستقبل، مستقبل المملكة ومستقبل المنطقة. الحمد لله المملكة أثبتت أنها قادرة على إدارة استثمارات داخلية وخارجية، وأصبحت المملكة والحمد لله مقصد للمستثمرين العالميين. نحن نرى اليوم هناك تنافس كبير على الاستثمار في المملكة، وهذا نابع من عدة أمور كثيرة. طبعا الاستقرار اللي تنعم فيه المملكة والخيرات التي تنعم فيها والقيادة الحكيمة. الاقتصاد السعودي يشهد نموا متصاعدا، مما يؤكد على قوة ومحورية دور الرياض في العالم على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي. أكبر سوق في الوطن العربي أو الشرق الأوسط رقم واحد، رقم اثنين السوق السعودي يعد من أكبر 20 اقتصاد عالميا. بلا شك دائما هناك منافسين ورؤوس أموال ودها أن تدخل السوق السعودي. المبادرة شارك في ندواتها أكثر من 135 متحدثا، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية، حيث سيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار، إضافة إلى مواجهة التحديات العالمية. اتفاقات عديدة لليوم الأول لفعاليات منتدى مبادرة الاستثمار الذي تستضيفه الرياض، استثمارات من شأنها المساهمة في تطوير اقتصاد المملكة وجذب رؤوس الأموال. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض.